الاخر هنا كرة العرضية تلعب خطيرة داخل منطقة الجزاء لمصلحة تترم في اللقطة الماضية، ولكن بعد ذلك الكرة تقطع وتعود تصويب جول. اول دقيقة الان حمزة بن شكري هو الرجل الذي يفتتح التسجيل. محمد الشامسي يتقدم، قابله من الشامسي، حمزة الهمامي يتقدم، الهمامي يتقدم لباربو أرنس هنا المحاول. يا سلام يا سلام على هذا الفاصل، الفاصل المهاري، شوف انطلاقات على محل التواجد في هذه اللحظات، واضح الاداء الفاري حتى لا. حمزة الهمام يا سلام على المرور بشكل رائع، مرمى الاول والثاني. المناسب والتوقيت المناسب، البحث على المرتدة، السرعة الموجودة الآن والانطلاقة، التغطية بشكل رائع، يا سلام من حمزة الهمامي. باربو أرنس حصل على كورته بشكل رائع وكسب على خطأ بشكل سريع، هنا إيمان ويل، حمزة الهمامي، الهمامي يا السلام على التمرير، مش على الشمري هنا I'll live it.
هنا وليد الحيا، الضغط الموجود من حمزة الهمامي. Yeah.